بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. يا الله يا الله قبولكن يا الله بنتوكم يا الله لنقيكم يا الله dengan kelebihan dan kemanfaat daripada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ya man la tarahul uyun wala tukhalituhul zunun wala tughayyiruhul hawadis wadduhur wala tasifuhu alwasifun ya'lamu masakhilal jibal wa makayilal bihar وعدد قطر الأمطار وعدد أوراق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار ولا تواريه سماء عن سماء ولا أرض عن أرض ولا جبل عما في أمره إلا ويعلم ما في وعره وسحله ولا بحر إلا ويعلم ما في قعره وساحله اللهم إني أسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأن تجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك إنك على كل شيء قدير. اللهم يا اللهم من عادني فعاده ومن كادني فكده ومن بغى علي فخذه ومن أرادني بسوء فرد كيده في نحره وأطفي عني ناره وأدخلني في درعك الحصين وسترك الجميل ومن أرادنا بسوء فردده عليه ومن كادنا فكده ومن بغى علينا فاكهه يا من كفانا ولم يكفه شيء اكفنا شر ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة وصدق قولي وفعلي بالتحقيق يا شقيق يا رفيق يا فرج عني كل ضيق ولا تجعلني ما لن أطيق فإنك أنت الله لا إله إلا أنت الحق الحقيقة يا مشرق البرهان يا قوي يا قوي الأركان يا من رحمته في كل مكان يا من لا يخلو منه مكان اهرسني بعينك التي لا تنام واكنفني في كنفك الذي لا يرام إنه قد تيقن قلبي أن لا إله إلا أنت وأني لا أهلك وأنت معي يا رجائي فارحمني بقدرتك يا علي يا عظيما يرجى لكل عظيم يا حليم يا عليم يا كريم يا لطيف أنت بحالي عليم وأنت بحالي عليم وعلى خلاصي قدير وهو عليك حي يسير اقض حاجتي فامنن علي بقضائها وقلصني مما أنا فيه يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين وأصلح لي شأني كله يا رب العالمين يا الله يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أسرع الحاسبين يا أرحم الراحمين ارحمني وارحم جميع المذنبين من أمة سيدنا محمد أجمعين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
اللهم استجب منا كما وعدتنا وعجل لنا بفرج من عندك وبجودك ومنك وكرمك وفضلك وطولك وإحسانك يا أكرم الأكرمين يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين وفرج عني وارحمني وخلصني مما أنا فيه وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بإذن الله.